الفلاحة المغربية على الخصوص الإنتاجين الحيواني والنباتي يوما يعني سيحقق تغييرات جوهرية في منظومة الإنتاج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تهدف إلى جعل المواد أو المدخلات الأساسية في متناول مختلف الفلاحين في مختلف السلاسل أولا لتوفير منتوجهم في أحسن الظروف وثانيا وهذا هو الهدف الأساسي وتوفير هذا المنتوج للمواطنات والمواطنين بأثمنة في متناولهم كما تعلمون في العالم يعرف تغيرات متصاعدة أثرت بشكل واضح على أثمان المدخلات الفلاحية كان من الضروري وكما قلت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية أن تتدخل الحكومة للحد من هذه الأثار وجعل هذه المدخلات في متناول فلاحين في مختلف المناطق ولكن أيضا وخاصة الصغار منهم حتى يتمكنوا من مزاولة نشاطهم في أحسن الظروف وتوفير المواد الفلاحية الأساسية خاصة من لحوم وخضروات في بأثمان في متناول المواطنات والمواطنين.